أول شيء بلشنا في تحضير كرات الدجاج بفرد صدر دجاج صافي 100%، أضفنا له زنجبيل وثوم وبصل بودرة مع القليل من القرشلة، عجناهم مع بعض، ضبطنا الملح والفلفل، شكلناهم على شكل كرات وبعدين قليناهم في مقلاة غير لاصقة تقريبا استووا نص سوا. بعدين على طنجرة ثانية أو مقلاة أخرى بدينا في زيت، كرملنا بصل وفطر، أضفنا عليه الثوم، أضفنا عليه البابريكا الحلوة، وأضفنا عليه الكريمة وكمان شوي من المخلل. رجعنا كرات الدجاج على الطبخة، طبقناه مدة 4-5 دقائق وقدمناه مع الأرز. بدنا نصف كيلو صدر دجاج أكيد من الطاحونة مفروم فرما ناعما، نصف كوب قرشلة، ربع ملعقة بصل مجفف وثوم مجفف وزنجبيل مجفف، ملح وفلفل. أما للصلصة فأكيد بدنا بصلة جوانح، كوبين كريمة، فطر، بدنا فلفل أحمر مجفف مدخن، بدنا مخلل مفروم، زبدة وملح وفلفل. أول شيء أنا محضر عندي هون صدر دجاج أكيد من الطاحونة مفروم فرم ناعم. حتى أسوي طبعاً إذا اللحام ما ساعدكم بفرمه بالفود بروسيسر سونا كثير رائعة، تزبط برضو للدجاج؟ طبعاً أكيد أنا دائماً بسوي فيها أو بأي شيء عندكم في البيت. فمنضيف عليها القرشلة، الدجاج المطحون، منضيف عليه ثوم، بصل بودرة وزنجبيل، وما ننسى الملح وهالفلفل، وخلينا نشيل هذول على جنب يا حبيبي. لك السعادة حبيبي، الله يسعد قلبك. والله أبشر. لا هون أي سعادة قلبك. شكرا شكرا. هون رايح أنا أعجن هالجاج اللي أنا طبعا فارمه فارم ناعم. وعلى فكرة يا جماعة بكرة إن شاء الله رح يسوي لكم معمول. أوبا. معمول ما بين البينين. كيف يعني؟ لا هو طحين له ولا هو سميد جاي خليط. انا ما بفهم بالطبخ كثير، بحس ما بزبط. كيف بده يزبط هذا؟ لا بزبط. كيف بزبط؟ لا يعني عاده انا بعرف يعني يغلب يغلب قصدك. يغلب قصدك. طيب شيء بتغلب معك؟ لا 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 ان شاء الله لا. ان شاء الله لا. ان شاء الله لا. طبعا بعد ما انا سويت هالجاج باخذ هالجاج كميه هالجاج هاي بايدي وببدا اعملها بشكل طابات. هون هذا طبعا كرات الدجاج فينا نعملها بشغلتين يا زيد، يا اما بالمقلاه يا اما بالفرن. اذا بدكم بالفرن، فرن البا الكهربائي الايطالي بزبط كمان معانا 100%، بس انا اليوم بدي اعمله في مقلاه غير لاصقه. نضيف شويه زيت ومباشره رايح انزل بكرات الدجاج اللي اكيد كانوا من الطاحونه. ما احلى منظرهم. بس بالله بدي اطلب منك طلب على الهواء، ما تفشني يا شيف. ابشر المعمولات، حط لي شوي على جنب. هون طبعا بدي احمل هالدجاجات واطبخهم، وعلى الميل الثاني راح ابدا في تحضير الصوص. فمباشره بنزل بالزيت وبنزل بايش؟ بالبصل. بصل. الجوانح. جوانح، هذا هو اللي هو جواب السؤال يا جماعة. أيوة بصل الجوانح. شوف النار كيف النار بتفش الغل وقادة، شايف الشي مرتب على طول. باجيلي على حبة ثوم صغيرة ونخلطها. الله عليك، الله فنان يا شيخ. أيوة البصلات هون بدي أكرملهم شوي بس مش كثير. قديش بدك تكرملهم؟ يعني تقريبا 7 قروش. أنا هون بدي منك خدمة يا زيدو. يوني أبشر. عشان نساعد الوالدة. طبعاً. نقلب هيك طلعها. بس هيك. حبة حبة. هي كمان شوكة ثانية. وإذا صابك أي إصابة أنا مش مسؤول عنك. أصابك عشق. أيوه. هون البصل بلش عندي بنزل بالثوم مباشرة. والآن رايح أنزل بشغلة مهمة جداً. وراح أعطيكم سر الاستروغانوف الأصلي. اللي هو طبعا طبق روسي. هو اكيد البصل هو من المكونات الاساسيه في عالم الطبخ، وخاصه الطبخ العربي والطبخ بنكه. شكرا. هاي شويه زبده. يسعد قلبك. شكرا حبيبي. شكرا. ابشر. هون صار عندي بصل وصار عندي فطر مع زبده. هون اضافه الزبده راح تعطيني قفزه نوعيه بالنكهه كثير. وقفزه نوعيه بتعرف بشو كمان؟ أه. بالريحه. بالريحه. والله سميت شيء جديد. فاكتشفت انك حاطط زبده.
هون راح انزل بالملح والفلفل حسب الرغبه. هاي كمان فلفل اسود عظيم جدا. تمام. حرك. ما احلى ريحه الزبده. هاي عندي هون كرات الدجاج عم تطبخ اشي متكتك وبتجنن. هون راح انزل بالبابريكا او الفلفل الاحمر. هون بدي اعطي شخصيه الاستراغانوف. شخصيه؟ اه طبعا مهمه الشخصيه. طبعا شخصيتها صارت عندي هون النكهه ضبطت معي روايح ولا اطيب كل شيء تمام. رايح اجيبها المخلل سوري اجيبها الكريمه وانزل فيها. اوه وعندي كمان شوي من هالمخلل حتى يعطيني هالحموضه المطلوبه لهالطبق. اعشق المخلل يا شيف. ايوه اول ما تغلي عندي راح اضيف كرات اللحم واسبكها واطبخها على نار هذه. مين مين؟ هذه هي كرات الدجاج اللذيذه. كرات الدجاج عفوا كرات الدجاج. طيب وللريحه راح انزل الان بالدجاج هون ويتطبخ مع بعضه. ها بسم الله يا رب. يلا خليه عادي هذه يتطبخ براحته. يلا واو احسنت يا شيف جد.